الحقيقة الواحد بيتكلم في موضوعات صعبة جدا، وفي ناس بتستوعب الكلام وفي ناس عايزة شرح أكتر ونفهمهم أكتر، وخاصة إن موجود على جانب آخر منظومة متكاملة من الإعلام بتضم قنوات فضائية وبتضم مواقع إلكترونية وبتضم ميليشيات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوكي. الحاجات دي طبعا أنا بقولها متعمد فيسبوكي، إنما أنا أعلم أنها فيسبوك. المهم هذه المنظومة بتعمل على قدم وساق من أجل الهدم ومن أجل التشويش ومن أجل رفع درجة الاحتقان ومن أجل رفع درجة الإحباط وفقدان الأمل. فأنا الحقيقة كنت قاعد عمال بتفرج على أحد هذه القنوات، وبعدين فوجئت واحدة كده معرفش جايبينها منين، ما هو كل واحد مالوش شغلانة أصبح بيعمل في مهنة الإعلام، لدرجة أن مهنة الإعلام أصبحت مهنة من لا مهنة له.